الفترة اللي بعدها جددت عقدك مع الأمير محمد بن فيصل، نعم. وما حصلت على باقي عقدك أو قيمة باقي عقدك، إيش اللي حصل؟ بعدها استقال الأمير محمد، جاء الأمير عبد الرحمن بن سعد فأعطاني باقي مقدم عقدي. كان مقدم عقد اللي أخذته يمكن 750,000 أول شيء مبدئيا، وبعدين كمل لك الأمير محمد. كمل الأمير عبد الرحمن، كمل لي باقي المبلغ، باقي العقد، كل باقي العقد اللي هو 4,250,000 يمكن. نعم، هذا كل المبلغ كمل لي. كيف كانت المرحلة هذه، مرحلة الأمير عبد الرحمن بن مساعد؟ كانت جميلة جدا، يعني من ذكريات، من بطولات، من يعني كنا عائلة واحدة، يعني جوا الملعب وبرا الملعب. فلما تقول لي كيف عائلة واحدة، أقول لك نتائجها البطولات والإنجازات. يعني فهد عبد الرحمن بن مساعد كان كله بطولات وإنجازات، فهذا اللي كان يعني هو السر، أن كنا يد واحدة طبعا كسعوديين أو كأجانب، يعني كلنا عائلة واحدة. يعني كلنا يعني مثلا جتني إصابة يتأثرون اللاعبين، يعني كلنا قلب واحد كان. فهذا سر كان نجاحنا ذيك الفترة.